شمابو وبرو روحو قاديشو حاضروهو شاريرو آمين. كونوا متمثلين بي كما أنا بالرب. رسالة ماربولوس الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 11 الآية الأولى. إخوتي الأحباء، ممكن أن نعرف المسيحية بأنها التمثل بالله، وأن نتحدث عن كل أسرار المسيحية من الخلق إلى الفداء بتعبير التمثل الاقتداء. لما خلق ربنا آدم وحواء بيقول على صورة الله خلقه كشبهه. صورة الله في الإنسان الإرادة، العقل، ما يميز الإنسان عن الحيوان وما يجعل إنه الإنسان يتصل بالله. يمكن للإنسان إنه يفكر، يصلي، يعقل، يعرف أنه موجود، يعرف أن هناك خالق قد أوجده. هذه هو صورة الله في الإنسان. ولكن الشبه هو عندما الإنسان يتمم الصورة ويصير هالصورة تشبه الله، يعني الإنسان بحياته يشبه الله أكثر وأكثر، كل ما يتقرب ويصير يشبه ربنا بصفاته الكاملة، كل ما يكون هو عم يكمل هذه الصورة حتى الصورة تصير طبق الأصل، لأنه الإنسان مثل ما قلنا مخلوق على صورة الله. فالشبه ينمو، الصورة عطية، كل إنسان عنده الإرادة والعقل والمعرفة، هو اللي نعطوه لكل البشر. ولكن الشبه هو بإرادة الإنسان بهالصورة، بهالقدرات اللي عنده إياها، أن يتشبه الإنسان بالله شيئا فشيئا. ولكن بعد خطية الإنسان الأول بطلنا كتير نشبه ربنا. شو كان الحل؟ كان إنه ربنا هو ينزل إلينا ويصير مثلنا. يقول عنه ماربولوس لقد شابهنا في كل شيء، إجا هو وصار مثلنا وأظهر صورته، أظهر الشبه اللي إحنا لازم نتشبه فيه. برسالة فيليبي بيحكي عن المسيح يلي بيقول عنه وإذ كان في صورة الله لم يحسب مساواته لله غنيمة، يعني هو مساوي لله الآب في السماء، ولكن هذا منه مكسب، بل أخلى ذاته آخذا صورة العبد صائرا في شبه البشر، تشبه فينا. وبيقول إذ وجد في الهيئة في المظهر كإنسان وضع نفسه، تواضع وأطاع حتى الموت، موت الصليب. شوف كيف التشبه بنا هو تواضع من الله، إنه ينزل لعنا ويصير إنسان فيما بيننا يتشبه بنا. لشو تقلنا هاي الصورة اللي بدي إياها إنه أنتوا تكونوا على مثالها. هاي هي الصورة يلي تشوهت، يلي بطلتوا عم تعرفوا تشوفوا جمال هذه الصورة، وأتى إلى التجسد، وبالتجسد أتى إلى أدنى درجات الإنسانية، أخذ صورة العبد. يعني إذا ما نحكي بالإنسانية كإنسانية، العبد تقريبا يجرد من إنسانيته، وأخذ صورة العبد وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لما يجي ماربولوس يقلنا تمثلوا بي كما أنا بالمسيح، كم واحد اليوم في يجي يقول تمثلوا بي كما أنا بالمسيح؟ قديش فينا نحن نقول اليوم للي عم بيشوفونا طلعوا فينا نحن نشبه المسيح؟ تشبه بنا الرب ليساعدنا، ليساعد جميع البشر، يخلص جميع البشر، تصير صورة الله واضحة أمام جميع البشر. بطلت فكرة، الله فكرة بيحكوا عنا، يحوا بيناتنا، تساعد المرضى
شفى أمراضهم، علم، أقام الموتى، كل ما يمكن أن يساعد به البشر ساعد به البشر. وهن شو جازوا بالمقابل؟ بالضربات، باللطمات، بالبساق، بالصليب. شوف هو شو عمل وهن شو عملوا له. عندنا مثال اليوم عن يهوذا الإسخريوطي، يغسل له رجليه، يتعشى معه، ويهوذا يسلمه. هو شو عمل له ويهوذا بشو كفاه؟ ما كان بيقدر يبسل ليهوذا مثل ما يبس التينة، ما كان بيقدر يشقه مثل ما تشققت الصخور، أو مثل ما فلق حجاب الهيكل بالنص، ولكن كل ما فعله كان يفعله الرب بروح المحبة. رينا بالإنجيل بيقول: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب. الفصح كان قريب، الفصح يعني عبور. هو يسوع عنده أيضا فصحه، عبوره من هذا العالم إلى الآب. إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. أحب خاصته، أحب تلاميذه. بآخر لحظات اللي عم يودعهم فيها عم بيفرجون قديش هو بيحبهم، وهذه المحبة هي اللي بدها تخليهم يحتملوا كل شيء فيما بعد من أجل السيد المسيح، لأنه شافوا قديش عنده محبة من أجلهم. مين هذا الشخص اللي عنده هذه المحبة الكبيرة؟ هو يلي شافوه من يومين أقام لعازر من القبر، لأقام الموتى، والجموع بتتمنى أنه تجي تقرب لعنده. هو يقترب من أقدام التلاميذ ويغسل أرجل التلاميذ. بيقول عن خراف السيد المسيح: من أجلها أضع نفسي، يعني أبذل نفسي من أجلهم. شوفوا قديش هالمحبة اللي عنده إياها، وحكي عن هالمحبة التي تبذل نفسها من أجل الجميع. بيقول أحبهم إلى المنتهى، الماكسيموم، ما بقى في شيء أكثر من هيك يفرجوني إياها. هذا المنتهى أو الكمال هو السيد المسيح، رح يرجع يقوله مرة تانية على الصليب: قد تم، قد كمل. هذا هو كمال المحبة. أحبهم إلى المنتهى، نفس الكلمة بالإنجيل، أحبهم إلى المنتهى على الصليب، انتهى، تم. كمال المحبة يظهر على الصليب. وبيقول: إذ كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه. يعني قديش كان هذا الشر تغلغل في قلب الإنسان، أنه لا العشاء مع السيد المسيح ولا غسل قدميه قدر يغير من قلب هذا الإنسان. قديش مرات الشر بيعشش بقلب الإنسان تيوصل لهالمرحلة. ويسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. شوفوا من الذي غسل أرجل التلاميذ؟ من دفع إليه الله كل شيء. بعد القيامة يقول يسوع: دفع إلي كل سلطان مما في السماء وعلى الأرض. من له كل سلطان، كل، يعني واحد مرات بيقول أعطوني شوية سلطة شوفوا شو بعمل، خلوني سير أنا عندي مركز أو عندي سلطة وشوفوا شو بعمل. اللي عنده كل السلطان وكل القدرة وبيقدر يعمل كل شيء، الضابط الكل، شوفوا شو عمل اليوم. قام عن العشاء، خلع ثيابه، أخذ منشفة تزر بها، صب ماء في مغسل، ابتدأ يغسل أرجل التلاميذ يمسحها. شوفوا كل شيء عمله، عمله لوحده. احنا اليوم بالطقس بد اثنين ثلاثة يحملوا لي الطاسة، وواحد يربط لي المنشفة ومساعدة. السيد المسيح كل ما فعله فعله وحده، وهذا كان إشارة أنه الفداء هو سوف يعمله وحده. حتى بطرس يلي كان بلكي يقدم حاله معه، بلكي يموت كرماله، ما مطلوب منه، فقط هو وحده سوف يعمل كل هذا الشيء. بطرس بيقول له: أنت تغسل رجلي؟ بطرس يعني الوحيد اللي حكي هذا الشيء. في أباء دافعوا عن بطرس، قال لأنه بلش ببطرس فهو أول واحد حكي، يعني مشان هيك هو قال.
وفي اباء تانيين قالوا لا بطرس حب هو يفرجي حاله انه احسن من غيره، انت تغسل رجلي كيف البقيه قبله انا ما بقبل. المعروف انه بطرس مش قبلان انه يسوع ينحني الى هذه الدرجه. لما السيد المسيح قبل بمره بيحكي لهم عن الالام والموت وان الانسان سوف يسلم الى ايدي الامم ويقتلونه في اليوم الثالث يقوم، بطرس بيقول له حاشاك يا رب، ما بده، ما بده المسيح يموت، انه المسيح يضحي بحاله. فاكيد ما بيقبل يشوف انه المسيح اللي هو شايفه المسيح المنتظر بده ياخذ صوره عبد ويغسل اقدام التلاميذ، ما في حدا تاني يعمل هذا العمل. ما قبلين انه يشوف المسيح في وضعيه الالام او الانحناء او التواضع. ويسوع بيقول له لست انت تعلم ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد. يعني مش رح اقول لك شو معناتها هلا، لانه اذا بدي اقول لك هي لها علاقه بالامي وبتواضعي في الالام مش رح تقبل، ورح ترجع تنفعل ورح ترجع تعترض، وما مطلوب منك انه انت تعترض ولا تنفعل، لازم تقبل فداء الله من اجل البشريه. بطرس ما كان مستعد ان يقبل، بيقول له لن تغسل رجلي ابدا، بيقول له ان لم اغسلك فليس لك معي نصيب. قاسي الكلمه، ما يكون له نصيب مع السيد المسيح. يعني ان كنت ترفض ان المسيح ياتي الى الالام ان يقدم نفسه على الصليب انت برات الخلاص، بتقبل المسيح المتالم، المسيح الذي يبذل نفسه من اجل خلاص العالم. بطرس بدون ما كتير يفهم، ولكن بس انه يكون منفصل عن السيد المسيح بقول يا سيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي وراسي، خلص بلت. بطرس منفعل دائما، بنشوفه بيفور بسرعه وبيروق بسرعه. بعد ما قبل بيسكت بطرس، بعد ما سمع هالكلام التوبيخ من السيد المسيح بيسكت وبيروق. ومنشوف هون الفرق بين بطرس وبين يهوذا. يهوذا يلي ما فرقنا معه انه ياكل من صحن السيد المسيح بهذه الوقاحه، بينما بطرس بطل يسترجي يحكي، صار بده يسال عن السيد المسيح للسيد المسيح من الذي يسلمه، بيقول له ليوحنا انت اساله، ما بقى له عين يحكي بطرس، لانه ولو عنده هذا الانفعال ولكن عنده كمان الحياء والخجل يلي حلو كتير بشخصيته. آخر شيء السيد المسيح بيقول لهم أنتم طاهرون لكن ليس كلكم. طبعا هذا الشيء كان عم بيقول عن يهوذا. طاهرون بيقول لهم بسبب الكلام الذي كلمتكم به. بعد ما صار عندهم مغفرة الخطايا يلي لا تؤخذ إلا بعد الفداء، ولكن السيد المسيح بما فعله في حياته بالكلام الذي علمه لتلاميذه طهر أفكارهم من خرافات وخزعبلات يلي كانت التقاليد اليهودية عم تزرعها بعقول العالم. السيد المسيح حررهم من كل هذه الأمور وقال لهم أنتم طاهرون بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يعني غسلهم بكلامه، مثل ما بقول مار بولس السيد المسيح غسل الكنيسة بكلامه بتعليمه، غسل الكنيسة. اليوم يلي بنعمله إخوتي في خميس الغسل هو نوع من تجديد لهذه المعمودية يلي أخذناها بحياتنا. تقليديا في بداية الكنيسة كانوا ببداياتها كانوا يغسلوا يوم سبت النور ويغسلوا للمعتمدين، لأنه كانت المعمودية تبعهم مثل غسل الأرجل، يغسلوا لهم رجلين مع المعمودية ويحتفلوا بهيدا الطقس تيعلمون انه انتم اخذتوا الروح القدس بالمعموديه، صرتوا ابناء الله، شوفوا كيف كنتوا تتصرفوا كابناء الله. بعدين اخذنا سياق الانجيل وصرنا نعمل الغسل يوم الخميس مثل ما عملنا اليوم. اليوم اخوتي بنصلي انه جميع اللي اغتسلوا من بطرس الى متياس ان يسيروا بحسب تعاليم الرب، ان يتمثلوا بالرب، ويقرروا بحياتهم أنه يكونوا بيشبهوا أكثر وأكثر مثل ما بلشنا اليوم حديثنا، أنه يكونوا عم بيشبهوا الرب ويزيدوا من هذا الشبه بحياتهم،
وهذا الشيء عندهم كل واحد رسول من هالرسل تا يفكر فيه يروح يقرأ عنه. بطرس في كتير لا يتعلموا من شخصيته، ولا أندراوس ولا يعقوب ويوحنا وجميع الرسل يلي في عندهم كتير لا يعلمونا إياه، لأنه هن كانوا متمثلين بالرب مثل ما بولس ومثل ما كلنا مدعوين إنه نكون. وللرب المجد الآن وإلى الأبد، آمين.